والتهاني لمضمر هنادي ومن وصلها إلى هذه المواصيل حمد بن محمد بن جهويل المري. الشوط السادس ينطلق مشاهدينا الأعزاء، والكلمة تنتقل للزميل الكريبي بن جابر المري. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحبيب الكريم، ما زلنا متواصلين معكم بالفعاليات وبالانطلاقات المتواصلة هنالك بهذه الفترة الصباحية من الأشواط العامة. ينطلق الشوط السادس بتعداد هذه الأشواط، وهو عبارة عن الشوط الثالث للزمول هنالك بانطلاقته وبفعالياته وباندفاعته. ننطلق مع المركز الأول ومع الصدارة هنالك الحساس لراشد بن ناصر الجبر النعيمي مع المقدمة ومع الصدارة. المركز الثاني يتواجد مصيحان لحمد بن سعيد بن دهمة المري هنالك مع المركز الثاني. النقلة بدورنا إلى المركز الثالث، ويتواجد رياض مع محمد بن ناصر بن قبعان المري هنالك مع المركز الثالث. المركز الرابع يتواجد مكلف أو ملفت بالفعل ملفت مبارك بن راشد بن ثلاب الهاجري، وهذا هو شعار مكلف هنالك ينطلق مع المركز الرابع. المركز الخامس يتواجد الكايد هنالك مع المركز الخامس مع غانم بن منصور الخيارين هنالك مع خامس المراكز ومع انطلاقة الخمس المراكز المتقدمة. ننطلق مع الصدارة ونعود مع المقدمة ونعود مع فعاليات هذا الشوط ومع الصدارة ومع مقدمة هذا الشوط. هنالك يتواجد الحساس مع الصدارة منذ أن انطلق هذا الشوط ومنذ أن أطلق ستار هذا الشوط، وهو يتواجد على الصدارة ومندفعا مع المقدمة بقيادة راشد بن ناصر الجبر النعيمي. هنالك من يتربع على عرش المقدمة ومن يندفع مع الصدارة. المركز الثاني وثاني المراكز هنالك التواجد من قبل صاحب المركز الثاني، وهنالك المتواجد لحظات وسوف نوافيكم لأن هنالك أشعة الشمس تحجب عن القعود الذي يتواجد في المركز الثاني. النقلة بدورنا إلى المركز الثالث وثالث المراكز، هنالك التواجد والاندفاعة من قبل الرياض لمحمد بن ناصر بن قبعان المري، والمركز الرابع أو هنالك المركز الثاني بالفعل يتواجد مصيحان، عذرا يا مالك مصيحان، لحمد بن سعيد بن دمة المري هنالك مع المركز الثاني ومع ثاني المراكز. المركز الثالث رياض لمحمد بن ناصر بن قبعان المري مع المركز الثالث، والمركز الرابع يتواجد عجلان بانطلاقته وبعجلة من أمره لغانم بن سيف الخيارين هنالك مع المركز الرابع. المركز الخامس ملفت لمبارك بن راشد بن ثلاب الهاجري هنالك مع المركز الخامس ومع خامس المراكز. أعود مع المقدمة بعدما أذعت الخمس المراكز المتقدمة بالوفاء والتمام على مسامعكم. هنالك الصدارة والانطلاقة من قبل الحساس. الحساس قائدا لهذه الجموع وقائدا لهذه الزمول هنالك مع الصدارة ومع المقدمة، يتربع على عرش المقدمة ويلعب وحيدا هنالك مع الصدارة ومع اندفاعة هذا الشوط. المركز الثاني الحساس لراشد بن ناصر الجبر النعيمي هنالك مع المركز الثاني ومع ثاني المراكز. المركز الثالث يتواجد رياض مع ثالث المراكز، رياض المملوك لمحمد بن ناصر بن قبعان المري هنالك مع المركز الثالث. المركز الرابع من انتقل بدوره وانطلق مع المركز الثالث هنالك ملفت لمبارك بن راشد بن ثلاب الهاجري مع المركز الثالث. المركز الرابع ورابع المراكز يتواجد هنالك عجلان لغانم بن سيف الخيارين هنالك مع المركز الرابع. خامس المراكز يتواجد رياض لمحمد بن ناصر بن قبعان المري مع المركز الخامس. خمسة أسماء
مع أنني متأكدا بأن هنالك أسماء آتية، أسماء لها صولاتها ولها جولاتها في ميادين الخليج، تتواجد هنالك خلف الخمس المراكز المتقدمة، ولكنها سوف تأتي في الوقت المناسب وفي الوقت المحدد. أعود مع الحساس، أعود مع الصدارة، أعود مع الانطلاقة، أعود مع فعاليات هذا الشوط وبقيادة الحساس. الحساس على المركز الأول، الصدارة لراشد بن ناصر الجبر النعيمي، هنالك على المقدمة على القيادة السليمة نحو ناموس هذا الشوط ونحو فعاليات هذا الشوط. المركز الثاني، وصل هنالك ملفت مع المركز الثاني مع مبارك أو بقيادة مبارك بن راشد بن ثلاب الهاجري، هنالك مع المركز الثاني. المركز الثالث بصيحان لحمد بن سعيد بن دهم المري، هنالك يتواجد أو ينطلق مع المركز الثالث. المركز الرابع عجلان، من ينطلق بدوره ويندفع مع المركز الثالث عجلان لغانم بن سيف الخيرين، هنالك مع المركز الرابع. المركز الخامس يتواجد صيحان لحمد، أو المركز الرابع بالفعل يتواجد صيحان لحمد بن سعيد بن دهم المري مع المركز الرابع. المركز الخامس، هنالك التواجد وهنالك الاندفاع من قبل الكايد لغانم بن منصور الخيرين، هنالك مع المركز الخامس. ولكن أعود مع الحساس، أعود مع الحساس، الشوط بنوع حساس، الشوط بنوع رنان، الشوط استراتيجي بالفعل. هنالك الحساس على الصدارة، على المقدمة، على التميز، على الاندفاع لراشد بن ناصر الجبر النعيمي، ولكن ملفت لفت الأنظار وانطلق مع المركز الأول بشعاره شعار مبارك بن راشد بن ثلاب الهاجري، هنالك مع المركز الأول ومع السيطرة ومع اندفاعة هذه الجموع. المركز الثاني، وصل عجلان لغانب بن سيف الخيرين مع المركز الثاني. الكايد من أدعته قبل قليل على المركز الخامس يتواجد بدوره على المركز الثالث، بالفعل على المركز الثالث الكايد لغانب بن منصور الخيرين، هنالك مع ثالث المراكز. المركز الرابع يتواجد صيحان لحمد بن سعيد بن دهم المري، وخامس المراكز الحساس لراشد بن ناصر الجبر النعيمي، هنالك مع المركز الخامس. أعود مع الثلاثية، أعود مع الانطلاق، أعود مع المقدمة. وإن سألتم عن موقعنا فإننا الآن نتعدى لافتة 1500 متر، هنالك التغيرات، وش اللي جرى وش اللي صار من قبل عجلان من انطلق مع المقدمة مع غانم بن سيف الخيرين، هنالك مع الصدارة ومع مقدمة هذا الشوط. ولكن يا أخوي غانم، هنالك غانم بن منصور الخيرين يضع شعاره هنالك على الكايد بانطلاقته مع المركز الثاني ومع ثاني المراكز. ملفت على المركز الثالث لمبارك بن راشد بن ثلاب الهاجري. المركز الرابع يتواجد الحساس. المركز الخامس لحمد بن سعيد بن دهم المري. عجلان من يفتتح الكيلو الأخير، كيلو العمليات، كيلو الصراع، كيلو القوة، كيلو الأداء، كيلو التميز، كيلو اللي ما بعد إلا الناموس. الناموس وكلمة الناموس، هنالك مع التواجد من قبل ملفت ومن قبل أو من قبل هنالك عجلان والكايد، وعجلان وعجلان والكايد. الله الله الله، وملفت على المركز الثالث، ولكن عجلان هنالك على السيطرة على الانطلاق لغانم بن سعيد، وتسلل الكايد على الصدارة على المقدمة لغانم بن منصور هنالك مع المقدمة ومع السيطرة ومع الاندفاع نحو ناموس هذا الشوط. يسعد صباحك يا أخوي غانم يا بن منصور الخيرين، على اندفاعة الكايد وانطلاقته نحو ناموس هذا الشوط واندفاعته مع المركز الأول. يسعد صباحكم يا أهل العوينة، هنالك على حصول الكايد على المركز الأول. ناموس يا أخوي غانم، ولكن عجلون مع غانم بن سيف الخيرين مع المركز الثاني.
اللحظات الأخيرة، اللحظات الحساسة، اللحظات والأمتار الحرجة. الكايد على المركز الأول، عجلان على المركز الثاني، الكايد مسيطر كل السيطرة هنالك بانطلاقته بشعار غانم بن منصور الخيارين، ولكن عجلان بدوره مع المركز الثاني مع غانم بن سيف الخيارين، ولكن الكايد هو من حسم الموقف وهو راعي هذا الشوط لغانم بن منصور الخيارين الثاني. والتبريكات للمركز الثاني عجلان لغانم بن سيف الخيارين، المركز الثالث ملفت لمبارك بن راشد بن ثلاب الهاجري، المركز الرابع كان التواجد المركز الرابع الذيب لمحمد بن سعيد بن محمد المري، والمركز الخامس كان التواجد من قبل مختار لحمد بن غالم بن سلطان الهديفي مع المركز الخامس. لحظة الوصول والتوقيت الزمني للحظة وصول الكايج إلى خط النهاية معلن الفوز والناموس 10:03:07 الثانية الثاني. والتبريكات لغانم بن منصور الخيارين على حصول الكايد على المركز الأول. المركز الثاني كان التواجد من قبل عجلان بتوقيت زمني وغدره 10:03:08 الثانية الثاني. والتبريكات لغانم بن سيف الخيارين على حصول عجلان على المركز الثاني. المركز الثالث ملفت ولحظة وصوله إلى خط النهاية معلن الفوز والناموس وباعث السلام إلى مالك مبارك بن راشد بن ثلاب الهاجري بتوقيت زمني وغدره 10:10:03:03 الثانية